يا جماعه معانا النهارده في اول حلقه من برنامج شباب كول. في شباب كول معانا فقرات جديده جدا جدا وحاجات كمان جديده جدا جدا وجامده. اخر حاجه انا مش هقول لكم عليها دلوقتي، تابعوا معانا الحلقه بعد الفاصل. لما انت قاطع البعد قربت لي يا حبيبي، لبعد شوق في قلبي ما زال بتسيبني لي يا حبيبي. خلود يلا يا خلود، عاوزين يا عم خلاص ماشي، ما تزعلش قوي كده، ده احنا في تصوير يعني، يخليك كول. مساء الخير على كل اللي بيتابعونا الولاد والبنات في اولى حلقات برنامجنا الجديد شباب كول. اول فقره معانا النهارده في برنامجنا هي ممكن تكون حاجه غريبه شويه لبعض الناس، بس انا بالنسبه لي هي حاجه عاديه جدا. اوكي، فاكرين سعاد حسني لما غنت وقالت البنت زي الولد ما هيش كمالة عدد؟ النهارده ضيفه حلقتنا هي الكابتن شيماء منصور. تعالوا معانا خلونا نروح لها الملعب. شيماء منصور يا جماعة هي جميلة جدا جدا ورياضية جدا جدا جدا، لأن شيماء حكم كرة قدم، وطبعا دي حاجة روشة قوي إن الحكم يكون بنت، ورغم إنها صغيرة في السن لكنها أثبتت إن البنات ألطف الكائنات، اتخذنا القرارات وهي في وسط الملعب وبين آلاف الجماهير. وعلى فكرة هي مش بس حكم في مصر لكنها في العديد من الدول العربية. وعن بداية مشوارها للتحكيم قالت شيماء انها اتقدمت للاختبارات ونجحت فيها وعانت كتير مع الفيفا علشان يوافقوا عليها كحكم دولي لصغر سنها، وكانوا شرطين انها تكمل سن 21 عام، لكنها بالاختبارات والصبر اصبحت شيماء منصور اصغر حكم. ومش بس كده، لا كمان دي بنت جميلة جدا جدا. انا شخصيا فخورة ان في بنات عندهم حماس بالشكل ده، وده كمان يخليني اوجه رسالة لكل الشباب والبنات انهم لازم يقلدوا الناجحين في كل المجالات، كل واحد على حسب المجال اللي هو بيحبه. دلوقتي هنطلع فاصل وهنرجع لكم. عارفين ايه؟ في فلسفة قريتها بس ما عجبتنيش. ممكن ما تستعجلنيش بس ما عجبتنيش. يا لهوي. في فلسفة قريتها وما عجبتنيش خالص على فكرة. المرأة تكون قلقة حتى تجد زوجا لها، والرجل لا يكون قلق حتى يجد زوجة له. والرجل الناجح هو من يكسب أموالا أكثر مما تحتاج زوجته من مصاريف، والمرأة الناجحة هي من تستطيع إيجاد هذا الرجل. على فكرة أنا مش شايفة أن الجواز المظبوط هو اللي بيكون قائم على المصلحة، وإلا كده مش هيبقى اسمه جواز، هيبقى اسمه بيزنس. موضوعنا جواز المصلحه، معانا حد مهم جدا في شباب كول، خلينا ناخد رايه. بس اول حاجه خلونا نعرف اسمه ايه. مدمد. ازيك يا مدمد؟ الحمد لله. انت عارف احنا النهارده بنتكلم على ايه؟ جواز. جواز الايه؟ جواز المصلحه. ايوه. طب انت ايه رايك في موضوع جواز المصلحه ده؟ لو في ولد بيحب بنت ومعاها فلوس هو لازم يحبها ويتجوزها. طب افرض مثلا انت في بنت عجباك ومعهاش فلوس، هتتجوزها ولا هتتجوز واحده معاها فلوس؟ هتجوز اللي معاها فلوس واللي بحبها. متاكد من اللي انت بتقوله ده يا مدمد؟ طبعا. يعني مش هتيجي تغير رايك مثلا كده ولا كده، تتجوز واحده فيهم مثلا يعني اللي انت بتحبها؟ اللي بحبها واللي معهاش فلوس، عشان انا لو معايا فلوس هديها فلوس. طب وافرض انت ما عندكش فلوس، هتتجوز انت معهاش فلوس اللي معاها فلوس عشان تديها للي معهاش فلوس؟ بس انا لو معايا فلوس في البنك وبابا يديني فلوس قبل ما انا اتجوز، بابا يحديني فلوس بعد كده انا هبقى معايا فلوس. وتعمل بيهم ايه؟ اشتري بيهم اي حاجه. طيب واللي انت كنت هتتجوزها دي خلاص؟ يعني انت هتشتري اي حاجه هديلها.
هتدي لها ازاي؟ ما انت هتشتري بيهم حاجه. ما انا هشتري العربيه وبعد كده اشتري اللي هي عايزاه وبعد كده اشتري اللي انا عايزه. طب والبيت؟ البيت هشتريه برضو. الاول قبل العربيه ولا بعد العربيه؟ البيت الاول بعد العربيه. طب وليه ما نجيبش عربيه الاول بعدين البيت؟ عشان العربيه هتاخد وقت طويل عشان اخدها. تاخد وقت طويل ازاي يعني؟ معلش اشرح لي، انا عايز اعرف الموضوع ده. لسه هتتحجز وبعد كده هتاخد وقت تقعد لسه في المحل وبعد كده انا هروح اخدها. اسمك ايه؟ مار. قولي بقى ايه رايك في موضوع جواز المصلحه، حلو ولا وحش؟ وحش. ورجعنا له تاني وكررنا عليه نفس السؤال. طب قولي بقى ايه رايك لو في ناس كتيره قوي اتجوزت جواز مصلحه، ايه اللي هيحصل؟ هيحصل ان انا كنت هشتري شيبسي واخد الفلوس من باباي. واضح يا جماعه ان الاثنين راسمين على فلوس باباهم. اهلا بيكم بقى في اهم موضوع جدا، موضوع رهيب 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 جدا جدا جدا، موضوع السبوبه، جواز المصلحه. مشكله. الواحد من دول يشوف له واحده بتلعب في سن الضياع 45 50 خلاص بقى، ما الدنيا راحت منه، ما طلع من الجامعه يا مولانا كما خلقتني. فجاه يلاقي واحده بقى معديه 45 50 سنه، فريعان الشباب يعني لسه فيها امل في الجواز. يكون معاها شقه، عندها بيت، عندها رصيد في البنك، ماشي حالك يا عم. ويوم ما اروح يتجوزها صدقوني ابوه مش هيقول له حاجه، بالبركه يا ابني. المشكله بقى في البنت من دول، بنت من دول برضه جواز مصلحه، حب عليها وحب عليه. بنت من دول يجي لها واحد من عنده 60 سنه 70 سنه خلاص بقى بيلعب في اخر ايامه، بدل ما يروح يصلي ويعرف ربنا، لا بشوف له بنت 20 22 سنه سن عياله، يتجوزها من دول سنه واتنين وتلاقي الزبون يا لهوي بالكتير خلاص 10 سنين. هوبا تلاقي الزبون مات. شكرا. صباح عندها كام سنه؟ 35 40. ما هو مسكينه برضه، هتعمل ايه؟ عايزه تعيش حياتها. هتعيش لوحديها؟ المجتمع ما بيرحمش. شوف واد بقى في الجامعه طالع بقى فرفور وكوي شعره، هوبا 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 تبدا ترع لحاله مراهقه متاخره. تعيش بقى، عايزه تعيش شبابها، بس ايه بعد ما ضاع العمر يا ولدي. يا ريت يا جماعه نركز في موضوع الجواز ده على الحب مش على المصلحه، لان فعلا نسبه الطلاق زادت جدا في الاونه الاخيره، وده مش في مصلحه حد، لا المراه ولا الرجل. هي اللي تخليك في تهوة يا فتهوة. عصاية لوحدها تبقى بلطجة. مفيش راجل من رجالتي يجرؤ يكذب عليا. جايك، I'd like to think you came all the way out here to see me, but I don't think so. Is everything all right? It's Jessica. She's been kidnapped. Listen, Hopper's a joke. Watch the boat, man. I'll take care of him. You don't know my dad.